السلام على رسول الله صلى الله السلام عليه وسلم. يا ذو قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. قريش النبي درر هدو أذا قدن قاقا فجل قواسا بيته بقلنا خانا خيستي حنقمتك قريش النبي أذا قد وانجا مولا اللاجي أخذت قريش هايا تودي رسول الله أخذت رسول درتك أخنو بلي سني سنتي قريش انتو در رسول يجور رسول جن قولت سنتي وتستهزئ به كشنا يخين حنجمات قولت سنن خصوصا كيساهو إذا ذهب إلى الصلاة حقا إني قرى صلاة دي مهدو حنجمات قولن جيشو بعد أرأت بعد أرأت يجون إيغار كمبودة استمراره يجون اتفوف انسسا إيغار كمبودة في الدعوة يجون دعوة خيسة اتفوف انسسا إيغار كمبودة ودفاع عمه أدير رسا إسر دي بسو إيغار كمبودة عن هنا بره أقول أي أرمي ما سلاسة دي برا من سلاسة دي ما جاليخ عن جماعة من دي خنجنا مقول سونا خانة ميلا سارن ما الشيخ الشيخ سيقولا سنجانير في حام سلاسة جلقوية سيركن شيخ سنجان انجب انت نوابي خير تقريش انجب انت نوابي خير وكان صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتهي يقابلهم جيشون خيسان خيسان دلو العبس تهي خيسان افان بهو تهي بالحلم جيشون اوصان افان بها جيشون والصبر صبري لان افان بها واللطف لافنان افان بها والعفو رد برساني افان بها وقال انا كسر انجب انت تقرن لي نبين ردبرو لافي أوسا در لافنا خناني أفهم بها وان سان جاني سنين دي بسوف جيشو وكان أشدهم وكان نتش أشدهم الرجب ساني إذا أنجتشو النبي إذا قدو خيسة للرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل لأنه كان النبي إذا قدو توري أبو جهل يجيشو وأبو لهب أما سأبو لهب وعقبة بن أبي محيط وعقبة لا والوليد من المغيرة تقمص وليد من المغيرة جرخ نقا ورقري ثاني قراني صوبة ثاني تنبيه بيس أبي لا بما قراني صوبة ثاني تنبيه أبو جهل وليد ذكا صوبة جهل اللي قراني سنبيه نجرا أما كسدتك جرخ من هندين ورنجة كان أذاقون وتوليجيشو آية وقد انتقم الله وقد انتقم الله جيشون ربين هلو به جرا من جميع المستهزئين من دور النبي تنجما قول ربنا له رابي قافم قافر ولا بدري من دقر قد دور نبي تنجما قول يتكونا أقص ربنا هجا نبي خفل يفجيكو بعد الهجرات الهجرات فمنهم إسان الرا من قتل نمدو يجرا ومنهم إسان الرا نجرا من أحلكته نما إسان جيس يجرا الأمراض تكوني أبي لها فأمل أكبات وجيس ورني كبيجال كوني فدك عقبارا في ولد كون هندينو يسد مني بدر دمن ورنبي قليل بدري تيسان قشر ريسي هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وربي بايلم سنسيني أغرتني نتي بايلم خيني أغر في جنان عمر بن الخطاب يا رسول الله هل تكلمهم وهم لا يسمعونك سنة تاسد أساسن لقي لنان لا يا عمر يسمعونني جين ندقين قرو دي بسا قلو هندين دي أملي جين مقع جامين نبي نتاسي إساني دمي ساكي آخي سقة رمي جيرو سنجيشو دي بسا قلو نندي أملي ندقين جين عمري أكا إيرو مني جيرا أكسد ربين إجازة لذا خف حذير جيشو آيا الدرس الثاني والعشرون درس دي دمي لما صاد آيا إذا قريش تنكو للصحابة صحابة مريكو نبي إذا قرني مي ثلاثة لما صحابة ساتو رنبي وردفو إذا قرن جيشو دقوا سير لما رأت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قريش نبما قرت نبي ربي أصبح تهجيشو عزيزا جباته محترماً خبا جماعته هردفته هدو ركته نما إسا خبا جو خيسا هردفته هدو ركته جو حكم مبيخاً قريشين امتنعوا جيشون دور كمان عن أذاه أذا يساقدوا الله دور كمان أما إنه السلسار كتيتي يو تقو أذاقون إنه نما إسا هردفتون دي سويتشو بناني سرع إسرع دابتا نما مرحلة برا تركان فشدي من السيتي برا تيجو آية وقبله على أصحابه صحابة ساتي بالإيذاء يتين قودان
ولا سيما حيثما هو المستضعفين ورنا الله هدوجين كان الذين لا ناصر لهم ورنا مثالتين سنقمنا ورنا من ثاني قند خيسة تتكو قبوا ورنا قصة ثاني قبوا ورنا كالجي كان جيران لنكم قند خيسة تخا حيثما هو نما قمنا نما قصة ثاني واتكو تيفي نما كان رحمة الدون قمنا هدو أذاكو لنجي تشخيسة فأخذت كل قبيلة تعذب كتاب يغلل من أسلم منها من أمن منها قصة سنرة بالحبس يوم جيتوا لنتقوا مني ما جيتوا لنتقوا كتاب لسن كاتيتي أجايب كتاب قرانيس مجتاز سندي الرجين سندي نكسم النميسان كيسامني أذاكو لنجي تتقوا كيسان راكا أمني بالحبس هيدو دان والضرب والجوع والعطش حتى صار همته الواحد منهم تكون لسان راته لا يستطيع الجوع بيلوس هم من دنيتي ولا يدري هنقم بينتي ما يقول وانجو من شدة العذاب تانتي جبوش روانجو هنقم بيني تكتيتشو على خانات دبري على خانات دين كان أسنجين جيتشوار ومتى كانت دين كان أسنجين خانا سينا ثاني ولا لونغا أكمار راحة تكتر سيدينا وفقاتيوه وممن عذبوا بلال وممن عذبوا وركان كتاب النبا بلال الحارثة وعمار بن ياسر وأخو وخباب بن الأرت ورونينكو ورونتا كان كتاب الرايبيخ هايا الدرس الثالث والعشرون مطلوب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم قريشي وهنجت كريب الرابر باتي لما رأت قريش نجوم أجرته أن الإيذاء إن قول لم يجد نفعا فإذا تكلهن كبوش نجوم بدل النبي سكن أو سيبدا دبران صحابة سكن أو سنيبدا دبران إن كأولن تركأولن تواتك فائدة نهين كبدوش نجوم بدل السبب براي جيران مس زاد المسلمين بل زاد المسلمين المسلم توتف نيدي انو ما توتين كونسان ايمانا ويقين ايدي في مشو نيدي من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من ايدي وطلبوا منه يسران اي يعبد الهتهم اي يعبد قبرو آلهتهم ثاني وان سان قبرا ثاني ثاني وجي قبرو رابر بعدا ويعبدون ثاني تقبرو الهه قبر ما نيم محمد قبرو هيا ايجا اكي مدرو قلسل مدرو فايدا انكب وقرر تكتك خيسي وجي قبرنا تكتك عدس نوجي قبري مفاوضا خامال جتان دبلوماسي ها وليقون وليجانين انتدقني هيا فانزل الله عليه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم جاء القرآن دفه يوم تكافرة اسوالنا قبرتان أين لي والين سنقبر أكستي إسني ستيفو فا جامري أنا قرآن دفع أكست ربين ديسا خانا قدي آيا فلما يسو هكو مغارام فلبو منه يسراني بربادن أي يسقط يجون بوسو تقاو قفصو من القرآن قرآن الرا ما يغيظهم وانسانا خنس دتمنا خنس زمناني هاي قرآن خيخنا خيسا بكتكتنو أرسطو حق يعني من ذم آلهتهم وان آلهة ثاني الرسول وعبادتهم وان قبرتي ثاني الرسول أو يبدله تكا بكخان ججيري بقرآن آخر آياتك كان يوخان ججيري خبرا بكخان بوفدو تكاو جدولا هكا بكنتو كخان جانين فأنزل الله ربي دبي خنا جوابا ديبي ساقلو لما يكون قل جي يا علي محمد أن أبدله من تلقاء نفسي الدرس الرابع والعشرون ديدم يفرف هذا هجرة الحبشة الأولى هجرة الحبشة الأولى هجرة
غدانسا غرا حبشا خطكفا داجچو لما راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي ربي غمارك ما يلحق ما يلحق جو عند كبو اصحابه صحابته من الاذى لذاكين كده ونواعي العذاب صوتك تاتر امرهم بالهجره الى الحبشه هجره غدان التي غرا حبشا غدان التي جيجي فهجر عشره من اصحابه بما جيل في الحبشه ملك عادل لا يظلم من عنده وجه حبشا يسمو تعادل الجره anani sabira da kihimmi da ne jira di majiyar fa hajare cun ni godane asharatun jechun na ni kudan min sahabi sahaba sarra khamsun suwatin jechu da dala shaddi da kudan ni fi dala shantu di me ju jira ta kafarati ni da kudan ni dala kani minhum usman ibn affan fada wa zawjatuhu raqiyatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalli ni ga amma aya shin tin gasir da bati ya ti udma inta la rasulati رجال وقد رجعوا بعد ثلاثة أشهر وقد رجعوا يجوني ديبين بعد ثلاثة أشهر بعد سبب ودان ديبين بسبب ألم الغربة ألم الغربة يجون بجفر رديم الله لك بديمير من لمن بجفر تنرغو ديمير بجفر تقرقين متقين بجيتنا قوان نتات لالان بيجساني راديمو تيفي لالان غربو ما تنتدقي منام باج سبيبو دا بيبي انجيكو وقلة عادات وقلة عادات ملكوي ساني واتكوته لاتش إسان نمو قدشان بيشا بيجبدو تنخيصة لفني بيجي أفا ولنبين آداء ولنبين حتى نعطان اللي ولنقل لتن خيصة تي هدو أكخون والنتيتي ما جيتان هدو تنكسي بوارتي دبن أمنا وانجيكو أمنونا في راديبين باج سبيبو دا وكان ذلك في السنة الخامسة وقاش نفا من الهجرة هجرارة وقاش نفا تجي قولي سان دي بيانكم وهي أول هجرة في الإسلام هجران تن أقفى هجراء إسلامنا خيصة تتحكى راجي الدرس الخامس والعشرون بيدي مشاني إسلام حمزة وعمر حمزة في عمر إسلامه جيتشو في السنة الخامسة وقاش نفا راح نخيصة أسلم رجلان من رجلين من لما من كبار قريش رانا ملامات وامنه مشهوران بكم وخطاها للقوة قوة جبين يافي والشجاعة شجاعة قوتهم مرام بكم وخطاها وهما في وهما إسلمان حمزة وعام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة دير النبي تيفي وعمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدين لما فا خلفاء راشدا خذه جيش عمر وكان عمر قبل الإسلام اللهم أعز الإسلام بأعز الأمرين جي نبينا عليه الصلاة والسلام يا ربي جبا جرى لمن را تقول سلامنا جبي سجد دعاء تقول يروسا كيس في جبا لمن مقبو جهل في عمر ترك أكستنا ربين عمر اخي سلامو خدي عمر سلامي تيجو سلام منكم سلامون سلامنا مال بوته اذا في الدفيش نجبا نجبي فارتي ذاك خيسنا نجيب سنو فارتي سنجيب سيتش معانا كانا هايا وكان عمر قبل إسلامه عمر نتي إسلامنا ساتين دورتي من أعظم المعارضين والركان نبي دور دابتته بالإسلام إسلامنا دور والركان دابتته والمنتقمين ورى حجابه ته ممن أسلم ما من الرى فعز الله الإسلام بإسلامنا نجيبي بإسلامه ما إسلام عمر بر غافا مر دكيت منو بوليتي سا بوليتي سا متجي ابا مناتي وجي اقول له اولاد رو دكيت سان قران ترو جيران دكي فتي اقول له تلسل سان قران دو سن جيران مال وني سا سجي بس لكي وماتي متي جنان اقول له دبي تي جي بيس مال في دو وان في تفي جخا كن قران ابو يانين دي متي قرب بس دارا دي غير رافع اس اقول بوليتي سا ابا من خيا دو تات اسي زكسو دي غير رافع اس ودر ربي اقول مين ركرا جون ركرا عبد جيتو كوكا بيرتاي كروجي قبا صلاتها انا غور قال قسم ربي لا فيسي اجمت هاي تيه ايغا جير جفغي ديغر رايس ودي غور بو سدتي شو بيلي تيها اجم ربي دمرسيس هايا وكان المسلمين مسلمتوني نتهن في ذلك الوقت 40 رجلا لما افرتن بيتشاد يجو مسلمون لما افرتن بيتشاد بينما قريشين غوتو كفريتي يونسنتي ايغا هو مرام المدرات انه اول السابقين هيك كيف الرور زمان جد الرور وك واذا واحدى عشرة امراه لا لم يكن تك بيتشاد هيك اكهره ترتي ورينغا هجل كما هيك هيا ثم تنغ سني واد لغي هيك دوغادا بين ماما بيتو الدنيا غوتن تكمل انان تك هيك اسلاما
أما قلنا خلينا نكون جزء من الإسلام لكن الإسلامين نحمل بوني أدرس السؤال بين هذين من باجين من الجر تويجو هنگي جرسان وادلو جودن دي وهو بتشو تقوله باجين ها أدرس السادس والعشرون يوصل الناس واتجلم على سيدنا هيا ده سنزي وجاف هذا صار النبي صلى الله عليه وسلم نبي رق قبي خيمه وأهل بيته إسافي ما تسار رق قبي خيال قريش نخبو تدبنان في الرعندة وربني هاشم في وربني مطلبي جرامي ورق قصاصا هنگا سنق قبي الرخيال الرام بيتان اتنقر برتان واتكتسينا جاء ثانيون درايش وكوبي الرخايا هيا لما رأت قريش قريش نقوم أجرته انتشار الإسلام إسلامنا فجأة في القبائل في القبائل وسوون الدد خيسا عزموا عزم على نورة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أجيس الرمورة أما فرمان أن تكون اسمخان أجيس ده ملء أكبرات كل جون الدد من يشوما ملوك الرفي هيا فحصرته dibe unda farlama ta walam bi te garuna duwa jeni mera farlama kamani dibe jibate unda ci da kanin maryatan ha wa ahlu baytihi fa hasalatuhu qoqfir rakhani marsal fi wa ahlu baytihi matisa fi ash-sha'bi ganda sani khaysati wa lani hashin kun ganda khoba kanati sha'bi yani gola khaysa jiran hanga san gutu qoqfir rakhayan wa mana'un dorkan wa mana'u anhum san tan dorkan الارزاق الارزاق رزقي سانديت ساندا دوركان وتفقوا ودلن على ان يقبلوا على ان لا يقبلوا كيبلوا دبرتي لهم اساني صلحا نما اساني تش عراره دفي ابدا دلالهم متو نما اساني تش دفي عراره من قدما يتو نما دفي من قدما سنو بباديه رمون كيبلوا ولي غلن الا اذا اسلم النبي الا اذا اسلم النبي صلى الله عليه وسلم لو وربني هاشم النبي خلني ملي لقتل اجيتش لو ده في من قدام من دبيتني في النجو اسنو خنا اسن الجفنا انا بشرت مليون برارت ولي قالوا ندني جاني كايو كنا لفخايتا هيا وكتبوا لي بالريسه ما تفقوا متفقوا عليه والرول قال اسني بالريسه في صحيفه ورق قرب الريسني دي علقوها في سفن سن الكعبه يرو سنتي akamati tv ninjuru radio ninjuru amwar magalaja motum mara tv gabasta ka radio gabasa me yero sanitte gunis magalaja ta ko aka hawas ne ruku fedan barre sanite kabarati sanisan waraka barre sanite kabar sanisan namu chirralale chu serabisan sera kolashin ru wali gal chirralal amwan kan barre sanite achirra sanisan jechu takka isanu khannitani ajisu yo sanitte mungudma takallen ke bolu jitu waraka tun kabar fanno سير نمني ندير كي حسن ندير كي تشرك وبقى ما تويتشو على خلنا فجي دمال وكان ذلك في السنة السبعيتة أما تتربفات يجي من النبوة نبي مرة أما تتربفات يجي الدرس السابع والعشرون درس انتدامي في سدية تربة هجرة الحبشة الثانية هجرة لما فعلا قرى حبشة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم ايجا نبي سيني قودة وقومي الشعب قونا سن امر جميع المسلمين جميع المسلمين تو ثاني جي بالهجرة ودان ودتي الى الحبشة قال حبشة دا فهجر نقوداني رجلا نمني امرأة من 73 يتشو ترباتي ميسدي ديرافي وواحدة وعشر ايبر لكو سسي خاي 37 يتشو 73 ديرو ترباتي ميسدي في دلا خدتك هجران لما فراري فميكا ديرو خدني في دلاشني مي أران تنا دلا خدتك في ديرو ترباتي ميسدي سدي يشو بدان سلم فخنا رتخنا يشو مالي تذكر ورا مني يجي يشو أرسنتا أرسنتا ثاني يجي يجي يشو ورا ولا حق بهم مسيس وجيفة آية ولا حق بهم ولا حق بهم مثلا نذكى مسلمون اليمن مسلم اليمن مسلمون اليمن اللي نبتدى قبل وهم أبو موسى الأشعري لا في وظن عقلي ما ندير ساتي وكانت هذه الهجرة هجران تنتاتي في السنة السبعة من النبوة نبي مرة وقات الرقاقي في شبه ناسه مقاتي ايه نجاح